بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء شكرا جزيلا للأخوة الأعزاء في حضور هذا المؤتمر الصحفي الذي جاء على إثر زيارتنا اليوم إلى محافظة بابل. طبعا الزيارة ضمن منهجية الحكومة في متابعة أداء الوزارات والحكومات المحلية. اليوم كانت الزيارة والتي بدأت بوضع حجر الأساس لمشروع المطحنة التجارية في شركة الاتحاد وبعض المشاريع التي تم افتتاحها في هذه المصانع التي تمثل قصة نجاح للقطاع الخاص العراقي. ثم بدأنا بزيارة مواقع مشاريع الخدمية، مشروع مجاري الحلبة الكبير ومشاريع الجسور والمستشفى، والاطلاع على الخدمات المقدمة في هذا المركز، مركز الأورام السرطانية. عقدنا اجتماعات مع الدوائر الخدمية للمحافظة بحضور ممثلي الوزارات في الوفد الذي رافقنا إلى هذه المحافظة. استعرضنا فيه المشاريع المتلكية. كانت محافظة بابل من المحافظات الأكثر عددا فيها من المشاريع المتلكية، سواء كانت المشاريع الوزارية أو مشاريع تنمية الأقاليم والتخصيصات المرصودة للمحافظة. الإدارات السابقة قطعت شوط كبير في إنجاز هذه المشاريع المتلكية، وبقي العدد 64 مشروع. تم استعراض هذه المشاريع والمشاكل التي تعترض تنفيذها. طبعا كل المشاريع المتلكئة هي أحد المحاور الأساسية في اجتماعاتنا ضمن الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات. في كل شهرين هناك استعراض لكل محافظ للمشاريع المتلكئة بحضور السادة والسيدات الوزراء، ونضع الحلول والمعالجات لهذه المشاريع، لأنه وردنا تساؤلات كثيرة هنا أثناء الزيارة من الضرر الكبير من تأخر هذه المشاريع وأثرها البالغ على مستوى الخدمات في المحافظة، وهذا أمر نقر به. للأسف كثير من المشاريع دخلت في دهاليز الإجراءات والقرارات الخاطئة والقضاء والمحاكم وأوامر الغيار وما شاكل، لكن من حيث المبدأ أن الحكومة بشكل عام، ويمكن أكدنا في أكثر من مؤتمر صحفي أن مشروع أو محور إكمال المشاريع المتلكئة هو أحد أهم محاور عمل الحكومة في برنامجها الحكومي لإكمال الخدمات. هذا جانب. الجانب الآخر، تناولنا حاجة المحافظة للمشاريع الخدمية. وفق القراءة الفنية لعموم المحافظات وجدنا، ومنذ أشهر حتى يكون واضح لأهالي محافظة بابل، التشخيص والمعالجة لم تبدأ اليوم للمشاريع والمشاكل الخدمية، وإنما بدأت منذ بداية عمل الحكومة الاتحادية، والتي وجدنا فيها ثلاثة محافظات أو أربعة بالتحديد متلكئة ومتأخرة بشكل كبير على صعيد البنى التحتية، وهي محافظات بابل والديوانية والمثنى وصلاح الدين. وضعنا حلول ومعالجات لهذه المحافظات، ومن ضمنها محافظة بابل، وبالتحديد مشروع مجاري الحلة الكبير الذي كان متأخر أيضا بسبب إجراءات وتعقيدات تم حسمها. جزء منها كان في القضاء، أمام القضاء معروض، تم حسمها أمام القضاء وبقرارات من قبل اللجان اللي شكلناها في مجلس الوزراء، وآخرها قرار مجلس الوزراء الذي
أفضى إلى مباشرة الشركة لتنفيذ هذا المشروع الخدمي المهم. اليوم من خلال زيارتنا للموقع اطلعنا على نسبة الإنجاز وهي مقاربة للنسبة المخطط لها ضمن جدول العمل. هذا المشروع مشروع مهم بحجمه بنوعية التنفيذ وتبعات التنفيذ الخدمية على مجمل الأوضاع في هذا المنطقة المهمة في مركز المحافظة. تأكدنا من خلال استعراض الكادر المهندس المقيم والشركة أن هناك خطة واضحة لتنفيذ هذا المشروع. كان هناك بعض الإشكالات اللي تتعلق بصرف السلفة المالية وهذه تم حلها إن شاء الله وما راح تكون عائق في الخطوات الأخرى. أثناء زيارتنا في نفس الموقع أعلننا عن البدء بالمرحلة الثانية لمشروع مجاري الحلة وهو بقيمة 280 مليون دولار ضمن القرض البريطاني. منظمة الصادرات البريطانية أنطتنا نوع من التسهيل 95.5% مساهمة من الحكومة. في المرحلة الأولى كان 85 وانطينا 85 مساهمة من موازنة الاتحادية. إكمال المرحلة الثانية يمثل نقلة نوعية في خدمات البنى التحتية لمركز المحافظة. احنا نتحدث عن شبكات مياه الصرف الصحي وشبكات مياه الصالحة للشرب وخدمات البلدية والتأثيث الشوارع، يعني عمل متكامل هذا المشروع. بالتأكيد أمامنا طريق طويل للتنفيذ. الجزء الأهم يقع على عاتقنا كمسؤولية حكومة اتحادية وزارات معنية والحكومة المحلية، والجزء الآخر وأيضا لا يقل أهمية يقع على عاتق المواطن اللي نتمنى بعد أن صبر طويلا على الواقع الخدمي المزري أن يصبر قليلا على حجم هذه الأعمال. أعمال كبيرة، حفريات على مستوى 15 متر في المحطات، في الخطوط النقل 9 متر إلى 7 متر في الأفرع، تحتاج إلى تفهم، تحتاج أيضا من الأخوة الإعلاميين أن يكونون سند لأخوتهم في الدوائر التنفيذية وللشركة المنفذة بملاكاتها من المهندسين من الفنية. هذه المشاريع هي التي تحقق النقلة الخدمية التي نأمل بها لواقع محافظة بابل وبالتحديد مركز المحافظة. طبعا هناك مشاريع بنفس المسار ضمن تخصيصات المحافظة في تنمية الأقاليم أيضا في مناطق أخرى. بالمجمل سوف نكون أمام نسبة لا تقل عن 90% خدمات متكاملة في مركز المحافظة إن شاء الله إذا وفقنا في تنفيذ هذه المشاريع. نحن وضعنا العدة والعدد مثل ما يقول من تخصيصات مالية، من مشاريع، من إحالات، من إجراءات، بقي فقط العمل والتنفيذ والمتابعة. تعرفون منهجيتنا في تنفيذ المشاريع هي العمل خلال 24 ساعة. هذا فقرة عقدية ملزم بها الشركة اللي ما عنده استعداد يتعاقد ويانا ويعرفوها الشركات. فإذا عمل متواصل وجهد جماعي وتضافر جهود كل الخيرين من الممكن إن شاء الله أن نأتي في مناسبة أخرى نفتتح هذه المشاريع ونحسن واقع الخدمات. حجم المشاريع حتى استعرضها أمامكم التي أضيفت كتخصيصات إضافية إلى التخصيصات المحافظة. المرحلة الثانية لمشروع مجاري الحلة الكبير بكلفة 287 مليون دولار. مشاريع مجاري متكاملة إلى القاسم، الهاشمية، مدحتية بمبلغ 364 مليار دينار.
مشروع مجاري الكفل بمبلغ 134 مليار دينار، محطة تصفية ماء الشرب لناحية الإمام وجبلة ب 80 مليار دينار، وطريق ربط سريع بصرة بغداد عبر ناحية الإمام علانة الإبراهيمية بالهندية بمبلغ 320 مليار دينار، ضمن مشروع إدارة وتشغيل المستشفيات تم شمول مستشفى الإمام الصادق عليه السلام من قبل شركة أجنبية متخصصة بمبلغ 60 مليون دولار، أي أن المجموع 1,276,000,000,000 دينار. هذه تخصيصات إضافية إلى تخصيصات محافظة بابل. أؤكد أن الحكومة الاتحادية سوف تدعم الحكومة المحلية، سوف ندعم كل الوزارات لتنفيذ هذه المشاريع لتحقيق تقدم في مستوى الخدمات. الزيارة أيضا تضمنت حديث عن النهوض بالواقع الاقتصادي. لا يكفي أن نهتم بالخدمات بدون أن نحقق تقدم في مستوى النشاط الاقتصادي للمحافظة، والذي يساهم في توفير المزيد من الخدمات، يحقق تنمية مستدامة، يوفر فرص العمل. عندما نتحدث عن مصانع شركة الاتحاد، فإن هذه الشركة وفرت لنا كدولة وظائف 4,900 درجة وظيفية يعمل عليها أبناء المحافظة باستثناء 50 موظف من الأجانب. هذه المنهجية في عمل الحكومة في مسألة شراكة القطاع الخاص معنا للنهوض بالواقع الاقتصادي. كنا في لقاء مع الدوائر، مع رجال الأعمال، حتى مع شيوخ العشائر والوجهاء، أكدنا على هذا الجانب، وأكدنا على أهمية أن ننهض بالواقع الاقتصادي في هذه المحافظة، سواء كان من خلال الزراعة ومعالجة المشاكل الروائية، وكذلك في المجال الصناعي. هناك أكثر من فرصة لإنشاء مدن صناعية سوف يتم التداول بها وإكمال الإجراءات من أجل إقرارها، حتى تكون بيئة ملائمة لنشوء صناعات في هذه المحافظة، تؤسس لصناعة وطنية، وأيضا توفر لنا السلع والمنتجات اللي يحتاجها السوق المحلية، وكذلك فرص العمل للمواطنين. بعض يسأل ويتحدث عن مصانع المحافظة. عموم مصانع وزارة الصناعة والمعادن ترتبط بكلف الإنتاج. عندما نتحدث عن معمل نسيج الحلة، فإننا نتحدث عن المادة الأولية، والمادة الأولية هي القطن مستوردة. في دراسة كلف الإنتاج لا يمكن للمنتج هذا المصنع أن ينافس السلع المستوردة في السوق المحلية. خطتنا مؤخرا بشكل عام لمصانع وزارة الصناعة هو طرح هذه المصانع والمعامل للشراكة مع القطاع الخاص. وفي كل اجتماع للجنة العليا للإعمار والاستثمار تلاحظون أننا نتقدم خطوة في إبرام عقد شراكة مع مستثمرين وقطاع خاص، ومؤخرا تم افتتاح أكثر من مصنع بالشراكة، معمل الأسمدة في الزبير سواء كان اليوريا والذهب، وكذلك مصنع الصلب في الشركة العامة للصناعات الفولادية مؤخرا تم افتتاحها، فضلا عن الفرص التي تم توقيعها. فكل المصانع اللي موجودة هي ليست مهملة أو خارج دائرة اهتمام الدولة، وإنما هي عملية اقتصادية مبنية على كلف الإنتاج والقدرة التنافسية مع السلع المستوردة. اليوم لقانا مع بعض الصناعيين اللي عندهم مصانع ومنتج من على سبيل المثال مادة الثربستون. عندنا إنتاج يغطي حاجة السوق المحلية، لكن حتى يستطيع أن يستمر هذا الصناعي في تقديم هذا المنتج يحتاج لأن يذهب إلى إجراءات حماية المنتج وفق ما نص عليه القانون، وهذه الإجراءات
يمكن بها نوع من التأخير لكنها لا تتجاوز 6 أشهر، يستطيع الصناعي الحصول على قرار من مجلس الوزراء بفرض رسوم إضافية على المادة المستوردة. هي عملية مدروسة من الناحية التشريعية، من الناحية الإجرائية، تحتاج إلى تضافر كل الجهود. بالتأكيد كان هناك لقاء مع الأجهزة الأمنية وأكدنا على جملة ثوابت. كل هذا الحديث يحتاج لأمن واستقرار، بدون الأمن والاستقرار بالتأكيد سوف نذهب إلى التعطيل والتأخير وما يترتب عليه. كل مشروع يتأخر أخواني الأعزاء، حتى نتحدث بوضوح، كل مشروع يتأخر يوم أو أسبوع من حق الشركة تقدم طلب للتأخير، وعلينا أنه نوافق على هذا الطلب، وما يترتب على الطلب أن يفرض غرامات أو تغيير بالأسعار، وندخل في دوامة التعويض والإجراءات واللجان والقضاء، وهذا جزء من أسباب التلكؤ والخلل اللي يرافق الكثير من المشاريع. إذن الأمن والاستقرار أساس تنفيذنا لهذه المشاريع، متطلب أساسي حتى ننفذ هذه المشاريع. أكدنا على الأجهزة الأمنية لمواجهة كل التحديات وناقشناها بتفصيل، لكن أكدنا على جانب آخر وهو مسألة التظاهرات حق مشروع لكل المواطنين، وخصوصا نحن نتحدث عن محافظة تعاني من الواقع الخدمي، من الطبيعي أن يكون هناك مواطن يناشد يبين رفضه موقفه تجاه ما يحصل في محافظته، مسألة طبيعية ونتقبلها برحابة صدر، وواجبنا أن نهيئ كل المتطلبات لحماية أي تجمع أي صوت من المواطنين وفق الأطر القانونية السليمة. أما مسألة التعطيل والتجاوز على الممتلكات العامة أو الخاصة، هذا بالتأكيد تداعياته سلبية على مجمل ما نخطط وما نعمل عليه لغرض النهوض بواقع بابل وكل محافظاتنا. فأتمنى من الجميع من أبناء هذه المحافظة التي تمثل رمز للحضارة والتاريخ وإسهاماتها في مجمل العقود، أن تكون كلنا فريق واحد، نتعاون مع أخوة، نتعاون مع أخوانكم في الحكومة المحلية الذين بدأوا مشوارهم مؤخرا بعد انتخابات مجالس المحافظات، وإحنا كحكومة اتحادية لا يقتصر الأمر أو العلاقة على زيارة عابرة وتنتهي، وإنما هناك متابعة وهناك تواصل من أجل تنفيذ هذه المشاريع. نثمن دوركم كفريق مساند لنا في رصد وتشخيص الأخطاء، وواجبنا أن نتعاطى معها ونقدم لكم كل التسهيلات. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.